هذا الانقلاب التلفزيوني كيعاود ليا الاخ ديالنا سي مصطفى المحمدي، دابا راه متقاعد وخا نفرشوا الطرح ما كاين مشكل، راه قال لي ديك الساعه كنت نائب مدير الاذاعه وجمعنا البصري دار معنا لقاء اولي غيعطينا فيه التوجيهات العامه، قالنا لا قولوش عندكم. وانا اشهد للبصري الله يرحمه لما كنت نائب برلماني لمده سنتين تقريبا كنت محيد من الوزاره، انه رجل عنده واحد الصبر لا ينفد لسماع اراء الناس، كيتصانت وتعايريه ما يتقلقش. واحد النهار واحد الربع ديال كاس القهوه وجلس معنا 16 ساعه بربع كاس القهوه بلا نعس وعينيه حمرين، عيط لي الملك خدا السياره ومشى بسرعه ورجع كمل معنا ويعايروه ويسبوه، عنده واحد القدره هائله على الاستماع. الشهاده المحمدي عندي مزكات لان انا عشتها، قال لي جمعنا وقلنا دويو قاويد ومن الشاوش حتى للمدير كيقدموا الاقتراحات والبصري كيبتسم. سالا وقال لهم شوفوا هذه الاقتراحات ديالكم كلها بغيتوا تشدوا المغاربه وتخشوا لهم الثقافه من عينيهم ومدنهم، لان يعني مسكن هذوك المخلصين ديال دار البري باغيين يقريو الشعب باغيين يوعيو الشعب باغيين يرفعوا المستوى الصحي. قال لهم شوفوا انا اعطيكم لي ديريكتيف، انا لان انا الوزير السياسه العامه الاعلام هي الترفيه ماشي التثقيف. المواطن خدام النهار كله في الاداره، التلميذ النهار كله هو كيقرا في المدرسه ويجي عاود يبدا يقرا عندكم في هذه المدرسه تاع التلفازه، لا راه خصو يوصل يستراح. من تما وقع واحد الانقلاب ارادي باش تعرفوا كل شيء من السياسه العليا، انه عمر بواب المهرجانات نهار السبت وعمر بواب الكره نهار الحد ونهار الاربعاء وزيد عليها السكيتشات